مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توك شو. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو دور المجتمع المدني في إدارة الأزمات التي تواجه القطاع الطبي في مصر. القطاع الطبي زي ما وضحنا قبل كده هو من أهم، وفي الوقت الحالي هو أهم قطاع في مصر. هو اللي شايل مصر على كتافه، هو اللي شايل مصر على ظهره، هو اللي شايل مصر على دماغه. القطاع الطبي هوجم بطريقة شرسة اليومين اللي فاتوا، ويعني توجه له بعض الاتهامات بالتقصير وغير ذلك. النهاردة هنناقش الموضوع ده، بس لكن نرحب أولا بالأستاذ الدكتور عصام بديوي، أستاذ طب المناطق الحارة، زميل جامعة بوخم ألمانيا. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور، شرفتني ونورتني. دكتور ايمان والساده المشاهدين، طبعا دكتوره ايمان سلام، الحمد لله على السلامه وشرفتينا ونورتينا ودايما منور الدنيا. ربنا يبارك فيك. الحمد لله على السلامه يا دكتور. الله يسلمك يا رب. ربنا نورنا دكتور عصام. ربنا يخليك، ربنا يخليك. الحمد لله. القطاع الطبي في مصر فوق دماغنا من فوق. ربنا يخليك. طبعا اي حد بيساعد فوق دماغنا من فوق. طبعا احنا في ازمه، يمكن اللي هنتعلمه منها قيمه العلم. هو انا سبق وكان الاستاذ مروان كان نوه للنقطه دي وقال ايه رايك، مش منتظر بعد كده ان احنا يعملوا مسلسل الاطباء وكده. انا كان ردي قلت لهم ربنا يخليك، احنا عايزين مسلسلات ولا افلام، سيبونا بس نشتغل في صمت. انا مش عايز برضو، ربنا يخليكوا على الكلام الجميل اللي انت قلته، بس صدقني اي دكتور، وانا بتكلم عن لسان زملائي كلهم، انا متاكد من الكلام ده، ان اي دكتور بيقوم بواجبه مش مستني كلمه شكر من حد. طبعا بس ده حق يا دكتور، علشان احنا دي واجبنا قدام ربنا سبحانه وتعالى، وده القسم اللي احنا واخدينه، واحنا اتربينا اللي يقول اي على طول لازم ايه، لازم اروح خير. اشوفه حتى كده. اصل مش مساله كورونا، طيب ما احنا معلش بنتعامل مع نيو فيروس، سي فيروس بيبقى لنا كام سنه، 30 40 سنه بالزبط. وبنتشك وبالعمليات، هنقول لا مش هنتعامل مع ده عشان خايفين نتعدي؟ احنا بس كل اللي بنطلبه، يمكن الازمه دي بينت شويه حاجات اللي احنا عايزين، بس ايه اللي هي الحاجات اللي تقينا. علشان على فكره شوف عدد الدكاتره هي بتتحسب ازاي في اوروبا وامريكا، بتهيألي دكتور لكل حوالي 50 ل 100 مواطن، دكتور لكل 100 مواطن. انت هنا عندك دكتور لكل حوالي من 2000 ل 4000 مواطن. يعني لو دكتورين ماتوا في حوالي 4000 ل 8000 مواطن، مش هيلاقي حد هتعوضهم ازاي؟ الموضوع على هتعوضهم ازاي؟ ما يعني مصعبينها، لان العدد اللي بيدخل مثلا، لو انا بشتغل بالتنسيق والمجموع، العدد اللي بيدخل مثلا طب او صيدله او ده اكوردنج للمجموع. انت قصدك حضرتك يعني بالنسبه للعدد المحدود اطباء؟ لا، هو بالنسبه للتنسيق وقبول الثانويه العامه للاعداد اللي هتخش كليات الطب، اعتقد انها بتخضع لبعض المعايير، زي اماكن تدريبهم هتبقى فين، وعدد المستشفيات قد ايه، وعدد الاسره، اعتقد الاستيعاب بتاع المستشفيات اللي احنا اوريدي في بنعاني منها دلوقتي، وخايفين نوصل لطاقه استيعابيه ما نقدرش نوفر سرير للعيان او بعض الاجهزه، او احنا كدكاتره ما يبقاش عندنا المستهلكات اللي احنا نقدر نعالج بيها المريض، فدي هتبقى ساعتها مشكله جامده جدا. بقى لنا شهرين ونص مع فيروس كورونا. لا ولسه مكملين شويه، شهرين ونص، في ناس قاعده في البيت، في ناس مضطره تنزل، في ناس لسه يمكن لحد دلوقتي مش مصدقه القصه عواقبها ايه ومعتبرها شويه برد، في ناس بيجي لها اعراض شديده جدا وبتتجاهل وبتتحرك عادي وبتمشي الدنيا بشويه ادويه وخلاص على كده، وعماله بتنقل في العدوى. المستلزمات عماله بتقل، ودي ازمه حقيقيه، ازمه الكمامات اللي احنا داخلين فيها، يعني بقى لها سوق سودا، بقى لها صناعات تحت السلم، مفيش يعني مسمى الانفكشن كنترول او مكافحه العدوى، ده مش موجود النهارده. النهارده انا بلبس الكمامه بالمنظر ده، بلبسها عشان اتفادى غرامه، ولو انا شاب صغير بلبسها عشان المنظر. انا مش فاهمه ايه دي، تمام؟ اما قطعه قماش، مستلزمات الوقايه الحقيقيه اللي انا اقدر اقول ان دي هتفي بالغرض عشان تحمي لي بقى الكادر الطبي والجهه المعاونه، الهيئات المعاونه والمواطن العادي في الشارع، انا شايفه ان القصه دي مش موجوده. يمكن انا علميا انا بقول ان الفيروس في النانو سكيل يا دكتور، يعني نانو متر دي حاجه صغيره جدا 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 جدا، شيء صغير. هنا النسيج ده والفتحات اللي موجوده ما بين خطوط النسيج بطول وعرض مش هتعدي، دي هتعدي جيش. يعني فهاو كم ان او ازاي ده يكون موجود ومتسوق وبيتعمل لشبيهه اعلانات في التلفزيون و
الفكره مش فكره غرامه، الفكره فكره وباء وبينتشر، المفروض ان انا احجمه. وهي القصه اصلا الدوله عامله غرامه ليه؟ عشان الناس تلتزم. يعني الدوله مش عامله غرامه تعسفيه، لا ده الناس عايزاك تبقى كويس. ماشي، ما هو هل مقبول ان انت تلاقي النهارده حاجات غير كمامات ومستلزمات وقايه غير مطابقه للمواصفات وبتتباع في الشارع وبتتباع على الارصفه؟ ما هو هل ده هيحمي المواطن فعلا؟ طيب هو السؤال بتاع حضرتك فيه كذا شق، خلينا نتكلم على الشق الاولاني، الناس اللي قاعده والناس اللي مش هاممها، الوعي الثقافي اللي هو انبثق منه الحاجات اللي حضرتك بتتكلم عليها دي، خلاص ماشي. لو الوعي الثقافي للمواطن المصري سليم والمعلومه بتوصل له بطريقه سليمه مش هيفكر بالاسلوب ده. يعني انا استاذن حضرتك في الكمامه دي، ممكن بعد اذنك حضرتك قلت نانو بارتكلز، طيب طب انتوا اللي عمل الحكايه دي او بص عليها، هي لو الكاميرا قربت من ايدي بص انا لما هفتحها باين شايف كميه البرز وانا ما كشفت اللي وراها. طيب ما حدش سال نفسه لبس حضرتك بقى، معلش انا هقارن دي بقى، مع انها برضه ايه يعني هنتكلم عن الماتيريال بعد كده، ما حدش قارن، ما حدش سال نفسه قبل كده احنا ليه في العمليات دايما بنستخدم الماسك ده؟ طب ما ده بالنسبه لنا اوفر لنا، ده معلش يعني حته قماشه هنجيبها من اي حته هنقطعها ونحطها على مناخيرنا ونشتغل في الجراحه، حتى بالنسبه للكمامه دي تقي 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 من اتربه، تقي من مثلا واحد عنده يعني عنده مثلا كونتاكت الرجي من ضغط او يعني مثلا يعني لما بيتعرض اتربه حساسيه. انما انت بتتكلم على مصطفى فيروسات، خلينا بقى نبص على دي ماشي، ده لما هتقول لي طبقتين ثلاثه مهما عملت انا، بس لما لو فتحتها كده والكاميرا صلطت على ايدي بص المنظر شاش. انت حضرتك شايف في اللي وراك، انا شايف. طيب هنا لما بعمل اللي هي الكمامه الطبيه لو برضو جيت وركزوا على ايدي، لو انا فصلت ده الجنب الازرق وده الجنب الابيض، الجنب الابيض ده اكتر جنب بيبقى ده الحمايه الكامله خلاص ماشي. يعني احنا لما بيجي يخش ميكروب او احنا هنطلع ميكروبات يعني لا قدر الله، لو انا بني ادم بيقولوا ان هو لو مريض مصاب لو مصاب يلبس اللي هي الايه الناحيه البيضه تبقى ناحيته عشان ايه ده يعمل بلوك للماجورتي بتاعت اللي هو اكتر كميه فيروس تطلع من هنا تبقى جوه. انت بالعكس لو انت يبقى ايه عشان تحمي نفسك انك ايه ما تاخدش الجش في الاول وعبال ما يوصلك نسبه ايه قليله، ده الشعب كله بيلبسها العكس. بص اوتيفر برضو الحكايه برضو ايه، ما انت عندك برضو الايه، انا بتكلم على ان هي طبقات، الطبقه الاولانيه قول بتحمي مثلا 20-25% والطبقه اللي ورا هي بتبقى ايه اكترهم دقه. ليه بقى؟ لانك لو جينا لو ركزت الكاميرا مثلا على ايدي وجيت انا فصلت دول بيتفصلوا اتنين بس مش اتنين وبينهم قماش ومحطوط كده وخلاص، اتنين وفي فايبر معلش في فايبر بينهم فلتر محطوط بطرق ان هي الانسجه بتبقى معقده مع بعض وماسكه بشكل يعني زي سمبوكسات واشكالها يعني اشكال بطريقه مفتوح هنا قافل وراها بالظبط. لو انا عندي الفتحه دي اللي وراها هتبقى قافله الفتحه دي، لو انا عندي فتحه دي يبقى اللي وراها هتبقى قافله الفتحه دي بحيث لو دخل من الفتحه دي يبقى يلاقي البلوك اللي هي الفتحه اللي وراها وهكذا. فدي طبعا لا تقارن باللي احنا بنقوله دي. وطبعا يعني في بعض الناس بتقول اهو يعني ايه يقول لك احسن من ما فيش، مش هقول لك احسن من ما فيش، انما بقى بنتكلم على وعي تاني. هتلاقي لابسها زي ما انت قلت اللي عليها نايكي واللي عليها بقت فاشن دلوقتي، بقت فاشن دلوقتي، بقت عامله زي البيت، بقت عامله زي الايه زي البنطلون اللي لابسه وحاجات زي كده وشكل حلو بتاع. تاني حاجة بتتلبس غلط، يعني حتى بينزلها من تحت مناخيره ويطلعها او يخبي بقه بس او يسيب مناخيره بقه عريانين لما يتخنق منها. مش هقول لك دي صحيحة بنسبة 100% على وعي المواطن، انما اللي بيقولوا العمى نص العمى ولا العمى كله مش خلاص، انما بتتلبس ازاي دي بقى المشكله. لان زي ما دكتور ايمن قالت الشباب واخدها فاشن دلوقتي، اللي ماسك لك اللي هي علامه امبرو عليها ولا علامه نايكي ولا علامه اديداس واللي لابس جمجمه عند بقه، فاشكال بصراحه حاجات بصراحه مش عارف بيفول على ايه اللي لابس جمجمه على بقه ده اصلا. الوضع ده في مستشفيات العزل، اديني كده رؤيه حضرتك، احنا النهارده بعد شهرين ونص واقفين فين؟ الطاقة الاستيعابية بتاعتنا سواء مستشفيات العزل أو غيرها الدنيا ماشية ازاي؟ والوضع ده هيفضل مستمر معانا لحد امتى؟ هو الوضع هيفضل مستمر، احنا بنتكلم ان طبعا احنا دلوقتي في يعني غالبا في بداية البيك، في بداية البيك بتاعنا. انا اتعشم بقى ان بداية الذروة ولا بداية الذروة؟ بداية الذروة
المفروض ان المنحنى بتاعنا بدا يزيد. بدا يزيد ولا يعلى؟ بدا يزيد ولا يعلى؟ لا يعلى. لا 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 بص، مش هنتكلم على 10 و100 وكده. انت بتتكلم على ايه؟ انت بتتكلم دلوقتي ان انت المنحنى بتاعك بعد ما كان ماشي في خط خمسينات في 50 من 50 و100 بينط بقى ايه 200 300، بعد كده نط فيهم من 700 وصل ال1000، فالكيرف بتاعك بيطلع كده. الكيرف بيطلع. انت بقى المهم انك تتني المنحنى وتنزل بيه، لان متوقع ان في منحنيات تانية ذروه جايه اللي هي ايه، بس الذروه بقى ايه، الذروه على ارقام يعني بيز لاين واطي يعني خط واطي، ولا على خط، ولا الذروه اللي انت ايه انت النهارده مثلا فرحان ان احنا النهارده مثلا 1152 مش 1500 1150 طيب بكره ما تلاقي نفسك 1700 يبقى احنا كده بنزيد. لا هي عباره عن ايه، موجات متزايده في القمه بتاعت الذروه ومش عايزه تنزل. طب وبعدين احنا فضلنا في المشكله دي اعداد الوفيات هتزيد، والاعداد بتاعت المرضى اللي هم يحتاجوا دخول للمستشفيات هتزيد، هنبدا نواجه نقص في الاماكن وكميه الوفيات هتبقى عاليه. يبقى حل ايه؟ المجتمع المدني عليه شق مهم جدا جدا جدا، مش حكومه ودكاتره بس، يعني انت مش كله كتف في كتف، لازم كله بص مش ايد واحده، مش حكومه. اي مرض الوقايه خير من العلاج. يعني ايه ايه يعني ايه المشكله لما حد يعمل تباعد اجتماعي مش تباعد اجتماعي يعني انت هتبعد عنه مش هتديله ظهرك، اتكلم لا ممكن تتعامل معاه وتكمل معاه بمسافه يا سيدي على الاقل متر، هو مش هيسمعك. طب ما احنا قاعدين على بعض كده، احنا مش محتاجين نلبس الكمامات انا وانت، لان انا في تباعد بيني وبينك على الاقل متر متر ونص، مفيش اي مشكله. انما المشكله في الاستخفاف اللي انا قلت عليه، لا نهون ولا نهول. احنا بقى مشكلة اللي احنا بنهون دايما، واللي بيهونوا عندنا نسبتهم اكتر من اللي بيهولوا. بالظبط. انما مفيش قطاع للاسف عاقل كتير، مع ان العقل يقول ان ده فيروس خلاص بقى معترف بيه على مستوى العالم، والفيروس ده عشان ما اصدمش الناس هيبقى فيه تطور جيني ومرحلة تاني، غالبا العلماء بتقول ان هو غالبا ممكن يمشي زي الانفلونزا الاسبانية اللي هي جت في سنة موتت 5 مليون، وبعد كده جت بعديها ايه بسنة كمان كانت ايه 30 مليون. انما ده بياخد مليون ل 30 مليون. ايوه في الذروه الثانيه لو حط، ما هو الفيروس الفيروس بالظبط عامل زي البني ادم اللي هو بيحارب علشان يعيش يكيف نفسه. احنا دلوقتي في مرحله ان غالبا الفيروس، يعني على حسب توقعاتي طبعا يعني تحتمل الصواب والخطا، الفيروس من كتر ما بيتنقل وبيطور نفسه، في بعض الدوريات قالت ان هي بعض الطفرات الجينيه بتحصل فيه اللي هي بتضعفه، هياخد فتره زي ما يكون واحد مضروب واستهنك في معركه علشان يجمع قوه تاني، هيحصل فيه طفرات جينيه تانيه عشان يحاول ايه يدومينيت يعني يسيطر تاني. من هنا بقى جينا نتكلم على الاسلوب الطب الصحيح اللي انت حضرتك كنت سالتيني السؤال ده. لحظه واحده يا دكتور، اللي هو ايه حضرتك، لحظه واحده، يعني كلام حضرتك بياخدني لتصريح السيد وزير التعليم العالي، يعني السيد الوزير صرح من يومين تقريبا بتصريح ان الاعداد اضرب في 10 تقريبا او حاجه زي كده، ايه راي حضرتك؟ كلامه صح. كلامه صح احصائيا، كلامه صح احصائيا، كلامه صح. وبعد اللي حصل من كام يوم دلوقتي احنا ما نقدرش نعتمد على الاعداد. يا جماعه بس عشان نبقى ايه، نبقى صلحة مع بعض، خلينا نتكلم المساحات وانك معرفه العدد اليومي بتاعك والاحصاء بتاعتك دي بتخدم امور احصائيه علشان اقدر اعد نفسي علشان اوفر خدمه صحيه للاعداد اللي انا متوقعها اللي هتضرب لي المستشفيات الفتره الجايه. وفي نفس الوقت انت ما سالتش نفسك ليه المانيا بتفتح واوروبا بتفتح حاجه مع انهم عندهم لسه ارقام بال 300 و400 في اليوم وحاجات زي كده، علشان هم عملوا مسحات بكميات عاليه فعرفوا خلاص ان حوالي 65 من الشعب اصيب بالكورونا. هديك بقى السؤال اللي كنا بنتناقش فيه، اللي حضرتك بتقولي مناعه القطيع ومش مناعه القطيع وحاجات كده، للاسف الشديد للاسف، ودي حاجه يعني اقدر اقولها، يعني دي حاجه مخزيه لينا كعلم في الايام دي، ان العلم والدوريات بقى بتحكموا تجاره المافيا وايه يعني تجاره المافيا الادويه بالظبط، ان هي في المشكله دي بقى مشكله جدا تجاره الادويه. كل شركه اللي عايزه تطلع بالفاكسين بتاعها، واللي عايزه تطلع بالدواء بتاعها، واللي عايزه عشان تضرب ضربتها لاي حد دلوقتي ايه، هياخد اي حاجه تطلع تتاخد.
انا في ناس وانا في ناس بتتكلم بلاش بلاش احباط بلاش احباط بلاش احباط احنا خلصنا توقعات الشخصيه لا فاكسين ولا علاج هيجيب مع الفيروس ده خلاص ماشي احنا حتى لحد دلوقتي بنعالجه لا فاكسين ولا علاج بيجيب مع الفيروس ده لحد دلوقتي انا باخد استنتاجاتي العلميه بناء على تحليلات علميه لفيروسات مشابهه ونفس العيله بتاعه الفيروس ده زي السارس وزي المرس تمام ليه علاج؟ لا ما تعرفش حد ليه علاج لحد دلوقتي. احنا بنعالج ايه؟ بنعالج المضاعفات اللي بتحصل نتيجه الفيروسات الفيروس وبحاول اثبت المريض علشان ما يخشش مني في مرحله حرجه لحد ما اطمن الجهاز المناعي بتاع جسمه اتغلب على الفيروس ويبدا بعد كده ده. طيب تقدر تقول لي الفيروس اللي هم حتى اكتشفوا ان هو في تحويل جيني 600 بصمه ب 600 طفره جينيه بيعملها في اليوم و80 طفره جينيه حط له فاكسين ازاي وانت مش عارف وانت اصلا ايه؟ وانت مش عارف شايف زي الانفلونزا زي الانفلونزا مش تاخد تطعيم الانفلونزا بالظبط بتجيلكش بالظبط كده بتجيلك بس بتقلل الاعراض يعني ده بقى اللي بتكلم فيه انك كونك ان اتعرضت للفيروس ده جسمك زي ما يكون ايه يعني انا مثلا بني ادم وليا طولي 170 في حاجات ما بتتغيرش اللي هو طولي 170 سنتي تخني عرضي كذا والكلام ده انما شكلي بقى اسود ابيض خمري مناخيري داخله لجوه عينيا صغيره هي دي اللي بتخم الايه البني ادم انما كهيكل هو الجهاز المناعي بتاع جسمك طلع اجسام مضاده على المشكله دي اللي بتحصل بالظبط المشكله دي لو حصلت ودخل وتغيرت هو الاجسام المضاده هتروح على ايه على الاستراكشر اللي هو ايه حافظه في مخها وبعد كده بتبدا تبص له هو ده اللي انا عارفاه اهاجمه عشان اضيعه ممكن تاخد فتره شويه لو هو خافي نفسه شويه قبل ما تتعرف بقى على التفاصيل الدقيقه بتاعته انما مش هتبقى فترة طويلة لو انت لسه بتتعرض للفيروس عشان كده اعتقد ان عشان كده ده دليلي ان الدول الاوروبية فتحت لما عملت مساحات ووصلت بالملايين وعرفت ان 65 قرب ال 65% من شعبهم يا اما اصيب يا اما ايه عنده الاجسام المضادة فقال لك افتح ليه بقى لان ال 35% الباقيين حتى لو اتصابوا هم عارفين عندهم قاعدة الطاقة الاستيعابية الطبية اللي هو ايه اللي هو عامل عشان كده احنا الاحصاء دي يعني انا شايف ان احنا فعلا ما نشغلش نفسنا بيها لان بنشغل نفسنا فيها ايه علشان نخطط للمستقبل علشان والله الكيرف بتاعي بيعلى افتح المستشفيات وخلي بالي واعمل اليرت خلي بالك انا عايز مستهلكات طبيه انا ممكن المرضى اللي تحتاج حجز مستشفى تزيد واللي يحتاجوا حجز عنايه يزيدوا في الفتره دي مع العلم ان 90% من مرضى الكورونا بيعدوا باعراض بسيطه ومحدش بيحس بيهم وحوالي 7% منهم هم اللي بيحتاجوا حجز في المستشفى بسيط في اوض 3-5% هم اللي بيخشوا في ايه في الحاجات اللي هي سيريس اللي هي الحاجات اللي هي فشل في التنفس الايه الفشل التنفسي والوفاه لا قدر الله العزل في البيت عشان انا مع يعني انا شايفه ايوه الناس بتعمله ان هو الحكومه مش عامله حاجه غلط لما حد يقول لك كده مش يعني في ناس بتقول لك ده اللي بيبيعوا الناس لا صح بمعنى ايه واحد مثلا عنده سخونيه وعنده شويه كحه انما ما عندوش في حاجه اسمها اللي هي ايه الاعراض الخطر بقى اللي هي ايه العالم الاحمر طلع قدامي وخلي بالك بقى في هنا مشكله امتى هو ده اللي احنا بنتكلم فيه الوعي المواطنين فده برضو دورنا ودور الدوله ان انا لازم ايه لازم برضو عشان احنا عندنا الوعي الثقافي عندنا مش زي بقيه الشعوب فلازم اللي بيتعمل له عزل منزلي لازم يتبع على الاقل بحاجه اسمها باراميديكال ستاف مش هقول الدكتور يعني باراميديكال ستاف احنا عندنا فريق الطب بيتقسم بالاطباء ومساعدين للاطباء وتمريض وعماله اللي هم طبعا ايه بيكملونا ودول طبعا من غيرهم احنا شغلنا يقف. طيب يبقى المريض المحجوز بعد ما نخلص النقطه دي المريض المحجوز في منزل لازم يتم متابعته يوميا بتمريض وبالعماله اللي هي المساعده للطاقم الطبي وهو بيتعرض عليه نشره والمفروض يتوعى ايه الاعراض اللي لو هي جات لك زي كرشه نفس مش عارف اخد نفسي كحه شديده وبتزيد انا حاسس ان النفس طابق عليا يبقى ايه لو هو مش واخد باله التمريض يسأل ده الو في عندي مريض فلاني في العجز المنزلي دلوقتي محتاج عنايه خلاص او محتاج ده في اللحظه الزمنيه دي انما ما ينفعش اسيبه كده مع ايه مع نفسه خلاص ماشي وفي نفس الوقت المتابعه الدوريه ليه هتقول لي ان هو مش بينزل من بيته وما بيحتكش بغيره وما بيعمليش اختلاط وحاجات زي كده في السعوديه ما عملوا الاطواق عشان الكلام ده يعني هو المفروض اصلا يعمل طوق ويلبسه للمريض ده والطوق ده بيدي سيجنالز اصلا ويبقى متوصل بغرف العمليات ان هو ايه نزلت تعال بالظبط ما هو قدامه مكان متحدد ما بيتحركش بقى دكتور عصام انا عايز اروح لحته تانية بقى مهمه جدا وهي موضوع استقاله الاطباء والهجوم الشرس اللي كان على الاطباء اليومين اللي فاتوا دول لكن هناخد مداخله من المهندس عادل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخبار حضرتك يا ابو مهندس عادل اهلا بيك الحمد لله
اتفضل يا دكتور. انا يعني بحيي اداره البرنامج على البرنامج الجميل دوت، وفي البدايه بشكركم جدا 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 على ان انتم عايزين تقدموا وعي للمواطنين بصراحه. جزاكم الله خير. في حاله التخبط يعني، فكويس جدا ان انتم بتقدموا الوعي ده للمواطن. باشمهندس عادل عنده شركه مستلزمات طبيه واجهزه طبيه، وعايزه اسمع راي حضرتك في الوضع الراهن بما يخص او فيما يخص الماسكات. ايه القصه بقى في السوق؟ عشان الموضوع بقى فيه نوع من الديلمه وتضارب وحاجات تتباع ومصانع تحت السلم، والغرفه التجاريه بتطلع تصريحات ان 80% من الماسكات غير مطابقه للمواصفات. ايه يا جماعه، ايه الدنيا عندك ايه من خلال رؤيتك كراجل في السوق في الفتره دي وشايف الدنيا وعلاقات بمستشفيات؟ بص حضرتك، الموضوع ده من شهر واحد اللي فات، من وقت ما ظهر الموضوع في الصين، وابتدى التجار يسحبوا الماسكات اللي موجوده هنا في مصر ويصدروها بره سواء للصين او لدول الخليج. والدوله تدخلت في ان هي توقف تصدير الماسكات، لكن كان طلع كم كبير جدا من الماسكات، وكنا دايما كتجار نقول لو حصلت ازمه في مصر احنا مش هنلاقي ماسك نضيف نلبسه، وهو ده اللي احنا حصل وصلنا له للحظه اللي احنا فيها دلوقتي. فعلا كل الماسكات اللي موجوده في مصر بنسبه اكثر من 85 ل 90% تصنيع تحت السلم. معظم الشغل اي حد معاه قرشين بينزل يحاول يشتري حاجه اسمها البلانكا، اللي هي يا دوب بس البلانكا دي اللي هي من غير استك او رباط. من غير استك او رباط بالظبط كده. تمام. وطبعا مصانع تحت السلم عندهم مكنه صغيره بتعمل البلانكا بسرعه ايا كانت الخامات. مش بس كده، ده بيخيطوها المصانع تحت السلم دي، بيخيطوها يا باشمهندس. ده كانوا الاول بيخيطوها، لما ربنا سهل وباعوا كتير فجابوا مكن عشان المواطن قال لك ده انا عايزها التراسونيك، فابتدوا يجيبوا مكن يعمل الالتراسونيك. لكن هو برضه مش التراسونيك كامل، يعني لما تيجي حضرتك تمسك مكنه بتعمل خط انتاج كامل غير المكنه بتاعت الالتراسونيك، ودي بتبان في التقفيل نفسه بتاع الماسك. بالظبط. يعني لما تيجي حضرتك تمسك ماسك محترم متصنع من الالف للياء في مكنه اوتوماتيك غير الماسك اللي بيطلع في مكنه معموله تحت بير السلم. تقدر توصف لنا الفروقات يا باشمهندس؟ والله الفروقات الجوهريه اللي اي حد يعني ممكن يبص على الماسك هيشوفها. اهو حضرتك معانا مصنع تحت السلم اهو. تمام. يعني من غير ما حضرتك بص، من غير ما يعني وانت مغمض هتبقى شايف الفرق ما بين الماسك ده والماسك ده. تمام كده؟ في ناس وعت المواطنين وقالت له لازم تقبل بان الكمامه يتعمل لها اختبار النار واختبار الميه انها ما تسربش ميه وانها ما تسربش هواء. تمام كده؟ الا ان برضو احنا عندنا بعض الخامات بتدخل تحشي الكمامه في النص بحيث ان هم تنفخ فيها، طب لا ما بتعديش هواء كتير، طب كذا. الكمامه الكويسه لازم تكون محكمه جدا على وش حضرتك. يعني عشان كده بنحتاج الدعامه، صح كده؟ طبعا الدعامه، والجزء اللي على الجانب بتاع الخد يمين وشمال، الجزء الالتراسونيك ده بيبقى المفروض محمل عشان يبقى عامل زي حاجز واقي ما يدخلش الهواء، ما يبقاش المواطن لابس الماسكات، لان انا بشوف الناس ماشيه في الشارع والماسك مفتوح من الجنب. طب يبقى انت عملت ايه؟ هو يا جماعه احنا بنتعامل مع فيروس، مش واحد هيحدفني الطوبه، يعني انا مش شايفه فهيدخل من اي اتجاه. ده للاسف محدش قادر يوعي الناس ويقول لها الكلام ده، وسايبينهم للي موجود في الشارع. احنا الكمامات يا جماعه بقت بتتباع كده في الشوارع 3 ب 10. ده احنا بنتكلم على مستلزمات طبيه. والله العظيم زي الشرابات. مستلزم طبي المفروض يكون معقم، قد يكون الشخص اللي بيبيعه. الناس بتبحث عن الغرامه وخلاص يا باشمهندس، بتبحث عن الغرامه وخلاص. بالظبط كده، حضرتك بتقول الكلام ده صح، ان هي فعلا بتحاول تتجنب الغرامه. بالظبط. يعني هو لا يعني الماسك حلو ولا وحش، هو بيحاول يلبسه عشان خلاص انا عايز ادخل اقضي مصلحتي وامشي. بالظبط. وانه مش موجود النهارده يا باشمهندس، ما في نقطه، هو برضو انا لو عايز اشتري ماسك كويس من كتر اللي حاصل في السوق انا هتوه، لانه مش موجود. هتوه دي حقيقة. المفروض يبقى في مثلا منافذ بيع معتمده للاسف. صح كده؟ للاسف احنا عندنا يعني في مصانع مصريه بتنتج ماسكات ومصانع ذات جوده عاليه موجوده من قبل الازمه وموجوده حاليا. تمام كده. وسعر الماسكات بتاعتها مش رخيص، غالي، مش رخيص وغالي. وعلى فكره هو سعر الماسكات عالميا مرتفع، يعني لو حضرتك بصيت على الصين مثلا لما تاخد كوتيشن من مصنع هناك، سعر الماسك لو حسبته في ارضه من غير الشحن والجمرك العلبه تقف ب 175 جنيه ل 200 جنيه. تمام. يعني ده هو سعره عالميا. ولا بره؟ ده بره مصر، احنا لسه ما شحناش وما دخلناش في جمال. فهو الماسك النهارده عالميا سعره غالي، بس طبعا بتاخدي خامه كويسه، بتاخدي فلتر من جوه كويس، الثلاث طبقات المفروض فيهم طبقه من جوه فلتر. تمام. ده بيتصنف حاجات كتير، يعني ممكن يبقى الفلتر
اعلى ماده في يوم، اللي احنا في مصانع هنا في مصر بتنتج الماسكات بالماده دي، سعر العلبه عندهم يتراوح ل 350 جنيه من قلب المصنع، يعني لسه ما وصلش للمستهلك النهائي. وده صح جدا على فكره، يعني ده صح ان هو سعره يكون غالي لانه بيديلك كواليتي عالي، بيديك ماسك يحميك تمام، نزولا لخامات تانية اقل في الكفاءه. هو الماسك الجراحي يا جماعه، عارفين الفازلين بتاع الملابس اللي بيقع في الياقات والكلام ده كله، دي الطبقه البيضاء. فيعني ده طبيعي يا باشمهندس؟ صحي ده؟ اتفضل. لا طبعا. بص لا طبعا. انا هقول لحضرتك، هو الفكره كلها دلوقتي بقى بيتلعب على نقطه واحده، انه يبقى لابس احسن من انه مش لابس. بالظبط. فاهم قصدي؟ يعني هو حاطط ماسك احسن من ما فيش. يا حلو بقى الماسك وحش، الماسك ده اللي باعه لك اصلا عنده كورونا ومسكه بايده وانت تمام. ما فيش حاجه اسمها ماسك يتباع فلط يا جماعه، والله انا شايف ان انا مش داخل اشتري باكو بسكوت، انا اشتري علبه ماسكات تبقى في بيتي خلاص. هي المفروض لو طالعه من مصنع كويس تطلع معقمه حراريا، وحضرتك تبقى واخد العلبه عارف ان مصدرها مصدر كويس. اما اللي متساب للناس في الشارع ده هيعمل مشاكل قدام كمان. طيب احنا التعقيم، بنحاول ان احنا التعقيم طبعا. رؤيتك ايه بالنسبه للمواطن العادي في فكره في قصه التعقيم؟ بصي حضرتك، هو المواطن العادي ما يشغلوش التعقيم قوي، لان هو هيستخدم الماسك السيرجيكال. الماسك السيرجيكال ده استخدامه بسيط جدا، يعني احنا الماكسيمم بتاعنا في الاستخدام لو ماسك بعالي الجوده هيبقى 12 ساعه، ده لو اعلى جوده موجوده في السوق هيبقى استخدامه 12 ساعه، الا ان هو في الحقيقه 8 ساعات كافيه جدا على الماسك ده. ولو هنتكلم بيها ان احنا في شغل جوه داخل المستشفيات الماسكات الجراحيه النظيفه ساعتين زمن، وبعد ساعتين لازم الماسك يتغير. بعد ساعتين؟ ده كان ستاندرد، بعد ساعتين لازم الماسك يتغير. يبقى جوه المستشفيات السيرجيكال العاديه دي ساعتين. بس يا دكتوره ايمان، انا شايف ان دي برضو مشكله يعني بتكون على كاهل المواطن. ما هنقول الحته دي المشكله برضو كبيره جدا يا دكتور عصام، ان كل شويه يغير ماسك. لا هو بيتكلم جوه العمليات الجراحيه كل ساعتين. تمام. انما لو في اجواء عاديه اللي هي متهيألي الخارجيه لا ممكن. ما هو الناس بتلجا لده عشان يغير المشكله ماسك. بس هو قال حاجه مهمه جدا، ان هو ايه، في ناس بتاخده تروح مرجعه بيه البيت تاني تلبسه تاني يوم الصبح، فعلا المفروض يترمى. انت عارف يا دكتور في 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 سواقين مثلا عشان الغرامه بيبدله. تمام. عشان الغرامه اكتر من فرد بيوزع على الركاب الماسك، وبعد الدور ما يخلص ياخده منه وهكذا. بقى الفئه احنا جماعه اللي مش مقتنع ان ما في فيروس، بيقول لك هو في فيروس، ما هو ده بتتكلم عن فيروس الغرامه. وعي وثقافه الشعب. ال ان 95 ده برضو يهمني طريقه تعقيمها للناس اللي نوعا ما تقدر تجيب ال ان 95، طريقه تعقيمه عشان ما تجيش كل يوم والتاني مثلا بعد كام يوم تحب تغيره. لا احنا ممكن يبقى عندنا طريقه، وانا بتناقش معاك ان الماسك ده يفضل معايا لونج او وقت اطول. تمام. هو لان 95 يفضل ان عامه الناس ما تلبسوش وتسيبه للطاقم الطبي، لان الناس دي هي اكتر ناس محتاجه للان 95 داخل المستشفيات. واحنا للاسف عندنا وضع كارثي في الان 95 داخل المستشفيات يا جماعه، فعليا في نقص شديد في الماسك ده، والتجار اللي عندهم ان 95 مستغليه الموضوع بشكل بشع بشع فوق ما تتخيلوا. الارقام نطت بشكل يعني خرافي في الان 95 بفلتر او بدون فلتر، يعني انا سامع ارقام من 200 ل 250 في الماسك الواحد. حضرتك ايوه والله مش ممكن 100%. الان 95 ستارتنج من اول 100 جنيه وطالع بقى حضرتك، تدرج على حسب الخامه على حسب الشركه المصنعه، بفلتر بدون فلتر، ولو موجود، ودي نقطه مهمه جدا، ولو موجود، لان يعني الشغل فعليا اتسحب بشكل رهيب جدا جدا جدا. ما ينفعش، لان 95 مش للمواطن العادي، المواطن العادي منظمه الصحه العالميه قالت انه يلبس ماسك جراحي كافي جدا ما فيش مشاكل. والمواطن العادي يكفي ان هو يلبس الماسك الجراحي، لو عايز يحمي نفسه بزياده هيلبس الفيس شيلد. للاسف ان الناس بتلبس الفيس شيلد وما بتلبسش الماسك، وبرضه بتتعامل مع الموضوع على ان الفيروس مش هيخش يعني ما فلا الماسك ال N95 حسب التوصيات الموجوده دلوقتي بسبب ازمه الكورونا فيروس ده يعاد استخدامه. يعاد استخدامه مفيش مشكله خالص، حتى لو كان الطاقم الطبي بيتعامل مع حالات الكورونا والحالات دي بوزيتيف. حتى لو بيتعامل مع الحالات دي بوزيتيف ليهم شروط اساسيه ان انا اعيد تدوير الماسك من تاني. تمام كده، ودي جايدنج موجوده وجايد لاين موجوده على الويب سايت تمام من جهات معتمده، والدكاتره الحمد لله يعني اوريدي عارفين الكلام ده ازاي يعيدوا استخدام الماسك.
الشروط ان هو ما يتعرضش مثلا السوائل، ما يتعرضش للدم سكريشن راجع من عيان او كده، ودي بتتحل بالفيس شيلد اثناء الدكتور ما بيبقى شغال مع الحالة. طيب لو حد عنده مرض مناعي، مواطن عادي بس عنده مرض مناعي وعنده الان 95 يعقمه ازاي؟ احنا كنا اتكلمنا في حته طريقه تعقيم الان 95. في ناس كانت بتتكلم على ان انا لا ارشه بكحول وكده تمام واسيبه فتره. الكحول يا جماعه بيخترق المسام بتاعه الماسك نفسها. احنا عايزين الماسك ما يوصلوش سوائل اصلا، لان السوائل بتضعف المسام بتاعه الفلتر من جوه. يعني انا كده ببوظه طبعا، بقلل من كفاءته. طبعا بتقلل من الكفاءه بتاعته بالظبط، فانا مش لازم استخدمه لان 95 بيعرض للحراره. يعني انا بحطه في الشمس، او ان انا مواطن عادي بس عندي اربع ماسكات ان 95. منظمه الصحه بتقول ان الفيروس بيقعد على الاسطح 72 ساعه. حضرتك ممكن تشتري اربع ماسكات ان 95 وتعمل واحد يوم السبت، واحد يوم الاحد، واحد يوم الاثنين، وتبدل فيهم كل 72 ساعه. تلبس اللي لبسته السبت تلبسه يوم الاربع، وهكذا. كلام منطقي برضه. ده من ضمن الحاجات اللي تقدر تطول بيها عمر الماسك ان انت تلبسه. الازمه نحطه في الشمس مش معناها نعم نحطه في الشمس، يعني كان احد يتحط في الشمس طبعا، ان انا احطه في كيس بلاستيك ويتقفل عليه ويتحط في الشمس. بحطه في كيس بلاستيك واحطه في كيس بلاستيك واحطه واربطه واعلقه في الشمس واسيبه لمده يومين او ثلاث ايام عشان اطهره بشكل كويس جدا. يبقى انا كده ضمنت فاعليه للماسك ان انا استخدمه تاني، لان 95 ما دام الدعامه الحديد بتاعته لسه ستيل موجوده وما اتكسرتش نقدر نستخدم الماسك تاني. لو دعامة مهمة. طب باشمهندس اتفضل لو سمحتي، انا لو حطيت الماسك في كيس تمام وقفلت عليه، طيب ما هو الكيس ممكن يكون عازل للفيروس جوه الكيس. لا حضرتك الفيروس بيقعد 72 ساعة على الاسطح والطبقة الدهنية اللي على الفيروس بتتفكك. تمام. فحضرتك لما بتحطه حتى لو ما سبتوش في الشمس، الطبقة الدهنية بتاعة الفيروس خلاص هتتفكك منه. انت لما بتعرضه للشمس فانت بتعرضه لحرارة زائد اشعة الشمس، حضرتك عارف بيبقى فيها موجات اللي هي الالترا فايلوت لايت. تمام. وبيبقى عندك انفراريد لايت بيبقى فيها يعني تأثير حراري جدا. بالظبط كده. والتأثير الحراري ده بيساعد على ان انت تضعف الفيروس بسرعة. الفيروس ما بيعيش فوق درجة حرارة 70 درجة، فحضرتك تقدر تعرض الماسك للاستشوار والحاجات دي، ولكن يعني مش موصى قوي بالموضوع بتاع الاستشوار قوي. تمام. عشان الاستخدام الخاطئ ممكن يبوظ الماسك. تمام. يخسر الفلتر بتاعه او الغشاء بتاعه. طبعا انسب طريقه ان احنا نحط الماسك يا يعني اما نسيبه في مكان امن لمده 3 ايام، او ان انا احطه في كيس واحطه في الشمس لمده 3 ايام برضو. ده انا ضمنت حمايه كبيره جدا ان انا اعيد استخدام الماسك تاني. باشمهندس كتر خيرك على المداخله ديت، نورتنا في حاجات كتير. شكرا لحضرتك باشمهندس. شكرا لحضرتك ليكم جدا، كتر خيرك. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونرجع لحضراتكم مره اخرى. مشاهدينا الكرام، ورجعت لحضراتكم مره اخرى بعد الفاصل. دكتور عصام، كنت بتكلم مع حضرتك قبل مداخله المهندس عادل، وكنا بنتكلم عن موضوع استقاله الاطباء. الاطباء اليومين دول بواجهوا موجه جامده جدا 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 من الهجوم عليهم. ايه راي حضرتك، هل الهجوم ده مبرر ولا غير مبرر؟ ليه بقى؟ عشان بيقدموا استقالاتهم. طيب ماشي. بص، اول حاجه الاستقالات دي يعني بعد كده نزل توضيح. انا مش بدافع عن حد، انا ما اعرفش حتى دكاتره المنيره او حاجه كده، كل الدكاتره يعني ما فيش حاجه، ما فيش دكتور، صدقني ما فيش دكتور بيهرب من المواجهه خالص. وبعد كده نزل تعديل ان ايه، ان الكلام ده مش صحيح. طيب حضرتك الدكتور ده مش بشر زيك زي موظف البنك زي المهندس بالزبط. ممكن اللي حصل ان هم كان في تعاطف جامد علشان زميلهم اللي راح قدامهم بالزبط. وكان في تقصير، شايفين ممكن يكون في تقصير في الاجراءات اللي اتخذت علشان حمايته، فبيقدم استقالته. انما انا متاكد هو بيقدم استقالته بس تهويش وعارف انه هيرجع. الهوجه بقى اللي حصلت على الدكاتره. ايوه، ليه الهوجه دي؟ يا ريت تقول لي حضرتك واحد من، قول لي ليه، اديني سبب. ما انا دكتور معلش يعني انا مشكلتنا هتكلم براي الناس شويه بالتشبيه اللي احنا ده. يا جماعه زي ما انت قلت لي في الاول الحلقه، والله العظيم ثلاثه، احنا لا عايزين حد يشكرنا ولا عايزين كلمه شكر من حد، لا ولا عايزين حاجه. ده حقكم بصراحه. يا ريت انا بوجه من، يا ريت الاعلام يبطل يتكلم على الاطباء شويه، والسوشيال ميديا يبطلوا يتكلموا على الدكاتره.
لان احنا عندنا اهم ما يتلم واحنا محتاجين نركز في الحالات. انا مش عايز مش عايز حد يمجد دوري ليه دكتور؟ ده رسالتي، دي رسالتي وربنا، وانا في الاخر ربنا اللي هيحاسبني. انت لما جيت بقى ايه ابتدى جيش ابيض ويا هي التشبيه جه من هنا. طيب جيش ابيض ولا احنا دي رساله؟ لا دي رساله، مفيش الجندي بيسيب المعركه. جيش احنا ما جيش بقى من بقى من 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 اخر الزمن. ما احنا بنخش بنفتح العينين، ساعات بنفتح العينين اصلا والدم بيجي في وشنا وحاجات زي كده، ومعرضين لفيروس سي وبي والايدز وكل حاجه. احنا كنا ساعتها مش جيش ابيض، دلوقتي بقى احنا جيش. لا مش احنا التشبيه يعني يعني مش يجانبه الصواب. على فكره بالضبط. انا ضد برضو التشبيه، لان بقى ضد التشبيه، لان برضو معلش لو طب ماشي لو احنا هنقارن بين جيش وجيش، طب ماشي انت هتجيب عسكري معلش وهترميه في الجبهه قدام عدو من غير مسدس وتقول له روح حارب، ازاي يعني؟ طبعا ايه هيروح يرمي نفسه ويحضنه يضربه كام بوكس والتاني معاه بندقيه ورشاش وهيديله في وشه، ازاي يعني؟ طبعا. فاللي احنا بنطالب بيه، وبرضو انا بلوم على الزملاء الاطباء اللي بيطلعوا يردوا على السوشيال ميديا او بيطلعوا ما تردوش ما تردوش. الله يرضى عنك. يعني بجد يعني انا زي ما بلوم على الناس اللي بتتكلم علينا بلوم على زملائي ما تتكلمش. انت بتعمل رساله ساميه لوجه الله سبحانه وتعالى، واللي بينك وبين العيان ده ربنا سبحانه وتعالى اللي هيسالك عليه. احنا لما عيان لا قدر الله بيموت معانا بنفضل نفكر 600 مره انا كنت السبب في موته. طيب انا دلوقتي انا عملت حاجه غلط، طيب انا يعني بنقعد نفكر ونعيد تفكيرنا 600 مره. فبلاش رد علشان ما يحصلش انحدار في الكلام والمستوى للمستوى اللي احنا بنشوفه ده. بلاش بروك للمكان غير اخلاقي. ده في ناس كتبت على السوشيال ميديا ايه المشكله نبص على علاماته ونعملها لبعض، ويعني انت عاجبك كدكتور لما انت عرضت مشكلتك بالمنظر ده عملت نعملها لبعض. ما هو بيرد عليك واحد مش مفيش اصلا مفيش تفكير ولا في وعي. يا ريت نخلي مشاكلنا بيننا وبين بعض كاداره صحيه. بالظبط. نتوجه للاداره، للمدير بتاعنا، لينا وزير، سواء الجامعات بتقبل وزير التربيه، وزير التربيه والتعليم العالي، وزاره الصحه تقرب لوزيره الصحه. وبلاش نشر، بلاش نشر يعني فضائح وغفيل. يعني احنا نلم الحكايه اللي احنا في ازمه. بالظبط. مش محتاجين ننشر مشاكلنا، احنا محتاجين نحل. الله يرضى عنك. كتف في كتف عشان نقدر نعدي الازمه. بالظبط. طيب احنا كده عندنا، يعني انا واصلني ان احنا عندنا مشكله في المستلزمات والوقايه في مستشفيات العزل ومستشفيات العاديه، ودي هي دي المشكله الاساسيه يا دكتوره ايمان، ودي اللي سببت الموضوع اللي احنا كنا بنتكلم. بص هو المشكلات، بص خلينا نتكلم على ارض الواقع بصفه واقعيه. يعني الدوله بتبذل، لازم نتكلم في اول، الدوله بتبذل جهد شنيع علشان توفر كل حاجه. وديك شايف دول عالميه بمستوى بمنظومه بالضبط. صحيه كنا بنبص لها ايه ده احنا نروح انجلترا يا رب، كانت حلم اللي احنا نروح انجلترا بالزبط. وامريكا والمانيا. دلوقتي انت انهارت، وكانوا بيقبلوا تبرعاتك من الايه، من الماسكات ومن ومن الحاجات الطبيه اللي احنا كنا اللي انت بتبعتها او اللي غيرك بيبعتها لهم. معنى كده ان مفيش حكومه هتقدر تصد على جائحه بتوقع بالملايين. فطبيعي يحصل النقص. هنا بقى يجي دور المجتمع المدني، لان ما في زي ما انت كل عندك بدل جيوش، بقى دخلنا في جيوش، زي ما انت عندك جيش وعندك اسلحه. الاسلحه دي انت عارف لو دخلت الحرب دي انت لازم تخلص الحرب في 30 يوم، اكتر من 30 يوم مخزونك الاستراتيجي بتاع الحرب ده ايه هيقع. يبقى انت الجيش هتخلص اكيد. يبقى انت لازم برضو تكون عامل الكلام ده اللي انت عامل عامل استراتيجي ليك. مفيش دولة تقدر تصد يعني مخزون الدولة بيقل، ومفيش حد بيجيب لك من بره، والعدد بيزيد. ومهما تعمل مشكورين الحكومة عمالة تصنع في مصانع وعشان تحاول تغطي الاستهلاك الطبي، هتغطي قد ايه؟ انت عندك دلوقتي فتحوا 300 وشوية مستشفى. لو انت حطيت فيهم 50 عيان، العيان ده عايز على الاقل مثلا محاليل كل واحد محلول 50، ادي 50 محلول في اليوم، اضرب 50 في 30 يبقى انت بتتكلم في 4500 محلول في اليوم، اضرب في 30 يوم انهي مصنع هيصد على حاجه زي كده؟ فيجي من هنا بقى ايه دور المجتمع المدني. بقى دي اهم حاجه في الرساله. المجتمع أيوة. المدني فيه ليه كذا دور. يا جماعه لو سمحتوا ما تزودوش الازمه بالجهل الثقافي، ولازم عندنا وعي. مفيش حاجه اسمها مفيش فيروس. اللي بيتكلم بقى مخلق مش مخلق، الفيروس ده فيروس معملي، مش قصتي. انا دلوقتي في عندي ازمه، في عندي ازمه ومرض،
يبقى لو سمحت التزم بالاجراءات الاحترازيه اللي الدوله موفرها لك، اللي هي اهمهم عشان يكون في علمك بالتباعد. خلاص ماشي. الماسكات طبعا ده شيء ضروري ويا ريت يتم لبسه وتعميمه، لان للاسف زي ما انت قلت الناس بتلبسه خايفه من الغرامه مش خايفه على صحتها. بالظبط. تاني حاجه دور ده بالنسبه للمجتمع المدني. طب لو انت كفقير، لان لو انت كفقير اتصبت بالمرض وما لقيتش مكان جوه المستشفى هتقول يا ريتني بيتي بالنسبه لي كان ايه، مش كان عزلي احسن ما اتعزلت في مستشفى وايه. طيب نيجي بقى المجتمع المدني القادر. المجتمع المدني القادر اللي هو لازم يصد مع الدوله في الفتره دي، مش هنقول يا جماعه دلوقتي احنا كنا في ايام مفترجه وفي رمضان وفي حاجه اسمها زكاه مال بتطلع على فلوسك وحاجات زي كده. يعني برايي الاجتهادي الشخصي ان انا اتوقع ان احنا اكتر وقت يتوجه فيه المساعدات للقطاع مش القطاع الطبي، ليه الهيئه الطبيه مش هنتكلم على الهيئه الطبيه والقطاع الطبي، بنقول ليه المشكله الصحيه اللي بتواجهها البلد اللي هي الايه اللي هي الفيروس ده. انا احياها فكانما احنا بالظبط كده. فيعني انا اتوقع. وعلى فكره طب ما كان مش عارف جوشي باين في ايطاليا باين قال لك انا هدي مليار جنيه للحكومه اعمل حاجه زي كده، وفي مصانع وجهت تصنيعها الحاجات اللي هي الايه طبيه في ايطاليا وفي اسبانيا لمواجهه هذه. فما فيش ده لا غضاء ضد عليه ان المجتمع المدني لازم يساهم. ما فيش دوله هتقدر تصد على الايه الاحتياجات الكامله دي. احنا على مستوى انقاذ حياه طفل الجمعيه احنا مقدمين كذا خدمه غير الدعم. يعني احنا عاملين دعم بN95 بالفيس شيلد عشان أيوه الناس اللي مش مهم جدا. الفيس شيلد دي تمام، ده الفيس اللي هو بيتغطى بيه الوش، بيبقى بيتربط بالمنظر ده بالظبط، ده بيبقى بروتكشن او حمايه كامله بالمنظر ده تمام. وممكن انت تتعامل من السوائل والرذاذ عشان الناس ما تفتكرش من الفيروس. هو ده اللي احسن. مع الحته تحديد الماسك. عاملين خدمه انا تمام. عشان مع العزل في البيت اي اعراض تيجي، اي حد يجي له عرض يبعته لي على الواتساب ويبعته على تليفونات الجمعيه. اليوم الاول كذا، اليوم الثاني كذا، حاسس دلوقتي بكذا، اخدت ايه اصلا. وبنعمل فورورد لدكاتره الحميات وبعمل لحضرتك فورورد برضو يا دكتور. بس خلي بالك برضو ان لازم الحاجات دي، الحاجات اللي هي الهاي سكيل دي والهاي بروتكتيف تتوجه للحتت الاماكن اللي فيها مرضى فعلا محتاجينهم. والايه والايه والدكاتره اللي مرمين في وش النار اللي هم فين بقى؟ لا ده جوه المستشفى كمان في اولويه. الناس اللي في العنايه اولى من الناس اللي هم في الفلور اللي هم في الايه في الاسبوع اللي فات في الجمعيه مفرقين اولى من الناس اللي في العزل المنزلي. فنخلي بالنا الجمعيه مفرقين في العنايه بتاعت مستشفى العزل في طلبه الجامعه. بالظبط العنايه. العنايه الناس العنايه دي مليانه كورونا. يعني كل المرضى اللي فيها كورونا، هي بقت مستشفى عزل خاصه. طب دكتور عصام مرضى كورونا اخيرا رسالتك الاخيره للناس عشان خلاص الوقت انتهى. رسالتك الاخيره الوعي وعدم 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 اللي ايه عدم الاستهانه بالامر والمحافظه علشان ننزل بالكيرف، علشان الكورونا ده خلاص مرض موجود وفيروس بقى متعارف عليه علميا. مفيش في ناس فاكره هنخلص ثاني يوم، يعني خلاص بقى مفيش كورونا، مفيش كورونا مش هتنتهي. الكورونا ده خلاص بقى فيروس موجود عامل زي السارس والمارس، هيجي له اوقات يطلع فيها وينزل. انما الوعي بتاعك والتباعد وتقليل حده المرض هو ده اللي هيعمله انحصار، حتى لو حصل بعد كده مشكله هتبقى بالايه الا دور المجتمع المدني. المجتمع المدني انت كراجل مسؤول عندك انك لو انت مش قادر تساعد ممكن تساعد انك تحمي دولتك، انك الاستهلاك والاستنزاف وتحمي اسرتك ان هيحصل لها الوباء. على المستوى الثاني ان ممكن الناس اللي تقدر تساعد وتقدر تساعد على الايه رساله حضرتك الجزء التوعوي. يعني رساله حضرتك احنا ربنا ادانا علم، فالناس القادره علميا توعي الناس، تبتدي توعي الناس. المجتمع المدني الجمعيات والمؤسسات لازم يجتمعوا مع الحالات، لان كل جمعيه بيبقى لها عندها حالات وكشوفات، يجتمعوا ويفهموا الناس ايه اللي يتم استخدامه وايه اللي ما يتمش. التباعد، الافراح اللي ممكن تحصل في المناطق الشعبيه دكتور ايمان حد دلوقتي كل ده لازم يتمنع. بتحصل دكتور ايمان رسالتي انا بقى للناس او للاعلام او بوجه رسالتي للشعب المصري كله. ليه الدكتور، ليه بتوجه سهامك للدكتور بالذات؟ سيبه وشوف يزاول مهام عمله، سيبه الدكتور ده والله العظيم احنا محتاجينه، اهتم بيه، قويه، كن في ظهره، ما تكونش عليه. مشاهدي الكرام، في نهايه هذه الحلقه لا يسعني الا ان اشكر الاستاذ الدكتور عصام بديوي، استاذ طب المناطق الحاره كليه طب جامعه اسكندريه، زميل جامعه بوخم المانيا. شرفت ونورت يا دكتور. الله شرف لي، ربنا يخلي حضرتك. طبعا معانا دكاتره 24 ساعه على الواتساب ما شاء الله. دي يعني خدمه بتقدمها جمعيه انقاذ حياه الطفل اللي بيبقى عليهم في المستشفيات. تمام تمام، ده واجبنا عادي. دكتور ايمان
طبعا شرفت ونورت الحلقه طبعا، وطبعا كانت حلقه ممتعه جدا الحمد لله رب. مشاهدي الكرام، في نهايه هذه الحلقه لا يسعني الا ان اشكر حضراتكم على حسن المتابعه. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.